اولا شكرا لكم كلكم. ثانيا انا فرحانه بالتكريم، ولكن هو مش كريم، انا دائما كنسميه اعتراف. فشكرا لفاطمه النوالي، شكرا لكل من ساهم من بعيد ومن قريب لانجاح هذه التظاهرات الجميله اللي حاضرين فيها واحد ديال الدول العربيه وممثلين مغاربه. والتكريم فيه انايا دبل قلت انا والفنان الكبير عزيز داداس والفنان المصري هاني رمزي وبعض الكتاب وبعض المخرجين. فتحيه لكم وتحيه للجمهور المغربي كامل من طنجة للقويضه. شكرا.